بجد يا بابا مش قادره اوصف لك قد ايه كنت فخوره وانت بتاخد الجايزه. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخه، وبعدين يعني انا عايزه نسخه تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخه اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت. اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب ما فيش طبعه تانية؟ ما احنا عملنا الطبعه الثانيه قبل الاولانيه والاثنين نفذوا برضو الحمد لله. انا بس يعني عايزه اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده اروح قهوه صغيره مع المهمشين والبسطاء واقعد اشعر مع روحي. اه العجاتي انت تعرفها؟ اه بروح هناك كتير احضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ اه وين؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث، دي مهزله. ايوه انا عايزك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيها يا دكتوره؟ الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين مين مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم استاذ الشعر العربي ورئيس قسم الادب المقارن وعضو مجمع اللغه العربيه والحاصل على جائزه الابداع في النقد الادبي من جامعه اوكسفورد. ايه ده؟ دي حاجه بسيطه كده على مقسم حلاوه الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي الساعه الصبحيه ما حدش يقول للرزق لا. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قول لنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصه صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطانه انا دخلتك مكان زي ده. خلاص تمشي فقر. واني لاترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرا لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب اذاننا. بسرعه يا لطيف، ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب، الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير، ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك،
أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكالتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلعوا لهم العشاء جاهز. الأستاذة ودي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال حكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك؟ أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخط اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي أنتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المال اللي بتشربوها مية مرجان. الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان. الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تو ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في ديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تاليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتكروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان، انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه وميريت ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه، ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده. يعني تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ أنا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعتهم. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. أمرني سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟